ظاهرة الكلاب السائبة، الموضوع اللي باش نحكيو فيه توت سويت. نحكيو على أستاذة تحكي على اللي ساير في معهد بارد، ونسمع شو قالت ونرجعوا بعد شوية للبلاتو. الكلب في وسط ساحة الليسي ومقابل معناها باب الإدارة بالضبط. من يصبح أختي ما راعني إني بحضة الباب نتاع الإدارة، هجم علي الكلب وعضني من قطع لي سروالي ودخل فيا اللنياب نتاعو. عنا برشا كلاب مستوطنين الليسي نتاعنا. شون المستوطنين عايشين في الليسي؟ يعني ديما موجودين في الليسي، وما عليش شكون يحرس البيبان متاعنا. ما عندكمش حارس؟ أنا نقص في العملة. نقص في العملة، الكلاب ولاو ساكنين في الليسي، هكا تقول الأستاذة اللي دخلت. الظاهرة موجودة في عدة أماكن. البارح جات أوديتريس نسلموا عليها برشا وجابت لنا شوية شوكولاتة وحكت لنا على حادثة، معناها قالت مسكينة هي مرأة فوالي ولابسة حجابها وكل تلزت، قالت لك نحي حجابي في الشارع باش نخوف فيه، وضربته بالتليفون وضربته باللونات، ما لقيتش حتى قدرة. داروا بها أكثر من 4-5 كلاب، واحد شدها من ساقها، واحد يحب ينكز عليها. الظاهرة موجودة اليوم، وصلت حتى لمعاهدنا. ومن طول العباد متقلقة من ظاهرة القنص نتاع الكلاب اللي يقوم يقع كلاب ميتة في الشارع في بعض لحوم وغيره كذا. أين الحل نقي؟ فما هو أراف جمعية الرفق بالحيوان، وقتاش باش نعملوا جمعية الرفق بالإنسان زاد؟ خاطر تو يقول لك الكلاب السايبة برتو. تو احنا شفت في الحي نتاعنا عندنا كورال، انا مسميهم كورال، يغليهم بعضهم كل يخرجوا لي 8 سبع مشاكل كل عندكم في الحومة. يا ولدي يا ريت تاخذ تاكسي، انا اسكورتي 4 منا و4 منا. اوكي انا نقول له مهلا بيكم، انا تنبرول فيه وفهمني، وانا ما مطومش نطلع نزرف ونسكر الباب. عنا خويا والله الزمن يا نقيب، والله والله انا نفدلك في بلاد اخرى. تقف لك كهرباء بالشوفور نقيب من الاسانسور في المطار، والله نحكي سيريو، والله نعبت لهنا نقلك لب سايبه حشي. لا لا برتو بجد الحكايه هذه يا خويا، ما تقتلوهمش، لموهم يهديكم الله. عنا صغيرات، عنا واحد فهمني ساعه فما كلب هذا يا خويا سكسي بطل، هو ساعه شاف دو جروب نتاعهم. انا نقرا حسابي جاي للراف، انا نعمل لك البولت شو تاكسي، كان سمعت هبا باب ومن تالي ساعه يا ولدي ما يحشموش ويصدموا عليك فهمني. المراه باش تنشر السبو كيف كيف يا ولدي، ما عندكش فكره، يتشعبط يهز ينحي اياك النهار اطمع فك البياسون اللي قدام الباب، هزوا نخزروا بالكاميرا، هزوا فمه وخرج. توكي عندك مجموعه من الكلاب السايبه، كي كل يوم مثلا تشتري ب 20-25 دينار كانيشا، 25 دينار توكلهم هكا تربح. يا رفيق فما تو الكانيشا مش صحي برشا، يقول لك كروكيت تاخذ كروكيت 180 شكاره 480 الف تاخذهم كروكيت جولد تربح ثواب، تربح ثواب كروكيت. ربي عمرو ذياب مش عمرو ذياب يوكل بالاربع شكاير كل يوم كل يوم في حومته كل يوم. اسمع نضحك وما ظاهر مقلقه ولا تنمر لي سرار حشيك سرار وين نمشي هكا المنتزه والجو هذاك. مشيت النهار على الغفله معناها نلقى 6-7 كلاب دخلوا وبنتي سابقتني معناها بالبسكليت تلعب، معناها تولي على حسابك فك اللحظه دي شو تنجم تجرى. والله تحكي انت على القتلين، وكل وقت مره دفعنا نحن في البلاتو هذا على قتلين الكلاب. والله مستمع معناتها جينا ضد السمع. جاني مستمع بالحق قال لي خويا نحن ما عادش نجمو، قال لي صارت لي حادثه لبنتي وليانا، اذا ما عادش عندنا الامكانيات الدوله شنو تعمل؟ هات اعطينا الحل. ما عندكش اليوم امكانيات باش تعمل تلمهم وتزرق كل، ما نكذبوش على بعضنا، البلديات ما عندهاش امكانيات. شنو هي الحل؟ وفاتقولي ما تقتلوهمش كدوله زيادة، مش في كل شيء باش نجم نقترح حل. انا نجم نقول هذه مشكله كبيره يلزمها حل، مش وزير مش رئيس بلديه. مش رئيس بلديه الشعب احكي لك انا هذا ما ثم معروفاته. انا هذه بالنسبه لي مشكله مقلقه، ولا تحس العباد ماهمش اون سيكوريتي في برشا بلايص. أمم تو قتل الكلاب مش حلو، أما بين تخيرني أنه مواطن يتقدم ويمرض بالكلب وكلب يموت، نختار أنه كلب يموت من الأمانة، معناه دائما المصلحة البشرية أعلى من مصلحة كلب. ولكن زاد ما قلقني مشهد كلب مسكين ما عمل شيء، هي شبك ما تجي تضرب وأنت خاطره موجود في حومة كلب تخليه ملوح وتخليه ملوح، معناه من با تهزه، هي منا تكوي منا تشوي منا تقول أنت كما تحكي أنت يا ويلك العباد تخاف من ناس عندهم فوبي، ويا ويلك زاد
اللي الكلاب هذوك زاد شنو هو تلقاه زاد لا حول لا قوه ليه يتقتل وتلقاه مطيش ومن با يهزوه ويفجعوا العبيد بالكل الحس نتاع الكرتوش راهي حاجه راهي تخوف. احنا زاد كيكه في الواحات وفي العوينه زاد كورتيج كيما يقول تمشي في البارك تمشي البارك تبدا تمشي تعمل في مارش تلقى عندك كلاب تولي تعمل روحك زاد انت تمثل تطبق التعليمات نتاع ما توريهش لي انت خايف راه فما ريحه تخرج دونك لازمك تعمل روحك اللي انت متقبل اللي كلب بجنبك. انا ماما حكيتها قدش مره ما تكسرت جرة الكلاب وليت عندها فوبي ما عادش تنجم تخرج على ساقيها وحدا جرة الكلاب سيبه. ولكن انا ضد انهم هما يتم قتلهم بطريقه شنيعه كما قلت انت سيادتك سي رفيق. الدوله تكسر راسها وتلقى حل. محمود كلمة شوف ما نساوش اللي خونا وصديقنا وزميلنا حاتم في وقت من الاوقات خالتين عليه وعلى البسكليت هارب معناتها المشكل رفيق انه ديما نعاودوه ونطرحوه الاشكال هذا وما لقيناش حلول. الحل سهل راهو ينزم حملات كبيره نتاع مش دي كاستراسيون ولكن نتاع الكلب اللي في عوض نضربوه بكرتوشه نجموا نضربوه كيما يعملوا في برشا بلدان البرة بكزريقه اللي تخليهم ما عادش يتكاثروا الكلاب. دونك سافينيرا ساريفرا ان جور انه ما عادش يتكاثروا دونك ينقصوا بصفه تدريجيه في الاثناء يا ودي ما زاد كيما تنجم اليوم تعمل مستودعات كبيره للواحد نجم تعمل بلايس وين وقت اللي تشد الكلب ينجموا يشدوا راهو في برشا بلدان عاملينها بارك يشدوا الكلاب ويحطوهم ويعملوا لهم الكاستراسيون ومن بعد يشوفوا شكون ينجم يستبنى. فمع برشا عباد راهي تحب الكلاب رفيق زيد حاجه حويجه صغير والله نحس محمود كانه مش معانا ولا كيفاش ديما كاننا احنا مواطنين ومحمود المسؤول ديما كل في كل مسألة ديما ان هذا الاشكال والدوله في اطار الزين يا خويا من اطار يزي معاش حاملينك كنا في المجموعه سبيسيال لبوا الكلاب لموا علينا يا خويا خلينا نعيشوا في امان حسابها النقيب قال الكورتيج يوصلوا 8 كلاب في اليوم هذا الاطار ونقعدوا نحلوا الاطار. ريت انت عطيتو الكلمه يا اخي انا خطفتها متر هكا يضرب انت تعمل فيها يوميا الحاتم وليال والناصر والله 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 تفك الكلمه نحكيوا عليها.